صدر قرار قبل يومين من الاتحاد السعودي لكرة القدم بموضوع زيادة عدد اللاعبين الأجانب، صار 7+1 ابتداء من الموسم القادم 2023، بعد كذا تصير 8 لاعبين يشاركون في المباراة ابتداء من دوري 2024. خلنا ناخذ آراء الزملاء، صار نقاش كبير الفترة الماضية مع وضد، البعض يرى أن نتائجها سلبية، البعض يرى نتائجها إيجابية. خلينا نشوف مع كابتن عبد الله المسند وجهة نظره في هذا الملف، خاصة أنه سوى دراسة على الموضوع هذا. أول شيء مساك الله بالخير أبو بدر، أمسي عليك وعلى الضيوف وعلى المشاهدين. بلا شك أن القرار التاريخي بزيادة عدد لاعبين الأجانب إلى 7 لاعبين في عام 2018، كان هناك جدل كبير من الشارع الرياضي، هل بيكون هذا له تأثير على اللاعب المحلي؟ هل راح يكون له تأثير على المنتخبات؟ هل راح يكون له تأثير على الأندية السعودية؟ ولكن من خلال الدراسات اللي عملناها في عدد اللاعبين الأجانب، العام الماضي عدد اللاعبين الأجانب 112 لاعب أجنبي في موسم 19-20 أو موسم 2021. لعبت أولا لعبت في هذه النسخة أبو بدر لعبت 240 مباراة، تقابل اللاعبين 7 أجانب ضد 7 أجانب فقط في 3 مباريات، وهذا يعطينا أن اللاعب المحلي يأخذ فرصة كبيرة في هذا الدوري، وانعكاسه اللاعب الأجنبي انعكاس إيجابي على اللاعب السعودي من خلال المعايشة من خلال الثقافة الرياضية. هذا الموسم 22 لعبت لحد الآن 200 مباراة، تقابل 7 لاعبين ضد 7 لاعبين في مباراة واحدة فقط، وهذا يعطينا برضو أن اللاعب السعودي قاعد يتقدم أفضل وقاعد يحصل فرصته وانعكاساته على المنتخبات. التأثير الإيجابي حصلته في عدة نقاط. أولا تأهل المنتخب الأولمبي إلى أولمبياد طوكيو بعد 25 سنة من تأهلنا آخر مرة في عام 96 في أتلانتا، وهذا يعطينا أن اللاعب السعودي فعلا استفاد كثير في المنتخبات وانعكس على المنتخبات السعودية. المنتخب الأول تأهل للمونديال قطر 2022 كأول المجموعة بعدد نقطي تاريخي 23 نقطة، 7 مباريات فوز، 10 مباريات فوز، 7 مباريات تعادل، مباراتين خسارة مباراة. أعتقد هذه النتائج، وخاصة أنك تلعب في مجموعة فيها اليابان فيها أستراليا فيها الصين، هذا دليل قوي أن انعكس على المنتخبات السعودية. رقم 3 الأندية السعودية في خلال آخر 3 نسخ لا تغيب عن نصف النهائي ونهائي كأس دوري أبطال آسيا، اللي هنا حقق مرتين النصر وصل نصف النهائي، وهذا الدليل أفضل أن الأندية السعودية قاعدة تحقق نتائج إيجابية ومبهرة في أبطال آسيا. النسخة الحالية الآن في دوري أبطال آسيا الأربع الأندية السعودية هي متصدرة مجموعاتها، لك تتخيل أن نادي الفيصل 11 دوري يتصدر مجموعته أمام الساد ناسف الأوزبكي، نادي التعاون يتصدر أمام الساد أمام الدحيل أمام سبهان، وكذلك نادي الشباب ونادي الهلال. تصدر الأربع الأندية هذا دليل على قوة الدوري السعودي وانعكاس اللاعب الأجنبي التأثير الإيجابي. إضافة إلى الجولة إضافة إلى أن اختيار التشكيلة المثالية في الجولة الثالثة، تم اختيار 6 لاعبين من أندية السعودية، نواف الصبحي ولونداما ويزيد البكر وياسر الشهراني وكويلار ومحمد كن، وهذا دليل أن التأثير الإيجابي للاعب اللاعب الأجنبي تأثير طيب. جدا رائع جدا رائع، وثمانية اللاعبين راح يكون هناك تأثير أفضل في حالة تم الاختيار الصحيح للاعبين الأجانب، راح يكون انعكاسه قوي جدا على اللاعب السعودي والدوري السعودي بصفة عامة.